نتفرج على العجينة بتاعت العيش. حنان مش عايز تطلع في الفيديو فمش هنطلعها في الفيديو، هنطلع العيش بس وهو بيتعمل. بتعجن العجينة الأول وبعد كده بنحطها في الردة، وكل رغيف بنقعد نقرصه لوحده بقى. وانت كمان وانت عايز تحط في الرد ثاني بعد كده نرمي كل الفراخ عشان انا كل الرد. لا انت عسول، انت بطه، انت بطه صغنطوطه. تعملش كتير يا حنان، يعني هم احنا اتنين بس يعني. دي العجينة. يلا حنان شاهلي. ده الشاي البدو طبعا. الشاي البدو. زود الورع شوية. How she make bread? خليهم بيشتروا. بيبقى طعمه حلو قوي العيش البدوي ده. شكله حلو العيش يا حنان، تسلم ايدك. ايوه هات الطبق اللي هتحط في العيش. حد فيكم يقوم يجيب الطبق اللي هتحط في العيش؟ يلا قطعوهم بقى، قطعوا ما تعرفي. يلا كفاية، لا كفاية دول، كفاية دول، كفاية المتقطعين دول. بس على رجلك شوية أمورة، بس على رجلك. يلا تعالى بقى اديهم كده يجربوا. يلا هاتيهم كده. Can you try the Bedouin bread? Yes. Okay. Thank you. And tell me your opinion after you try it. Okay. You have to focus on. ثانية واحدة، أنا هاخد حتة أجربها أنا كمان. It's delicious. It's delicious. Yes. It's very delicious. Thank you so much. Okay.
اوكي شكرا يا حنان على العيش الحلو ده.